السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد بلقائكم في حلقة جديدة من كورس البريستا شوب. كما رأينا في الحلقة السابقة عناصر لوحة التحكم، الآن سوف نتطرق إلى طريقة إنشاء فئة جديدة. قبل أن نبدأ يجب أن نعرف شيء مهم، أن ترتيب الفئات له وقع كبير على الموقع. وقبل أن نضيف أي منتج يجب أن ننشئ الفئات، وطريقة إنشاء الفئات تختلف من شخص إلى آخر حسب رؤيته الخاصة للمتجر. مثلا سوف أعطيكم مثال حتى يتضح ما أقول. لدينا فئة الرجال، ثم فئة النساء، ثم فئة الأطفال. فئة الرجال تحتوي على ملابس وتحتوي على أحذية، أي فئتان. وكذلك فئة النساء تحتوي على فئة الملابس وفئة الأحذية، وكذلك بالنسبة للأطفال تحتوي على الملابس والأحذية. هناك من سيقوم بوضع فئتان كبرتان، أي الملابس والأحذية، وداخل كل فئة سوف ينشئ ثلاث فئات صغرى، فئة رجال نساء أطفال بالنسبة للملابس، وبالنسبة للأحذية سوف ينشئ رجال نساء أطفال. النتيجة تؤدي إلى نفس المنتوجات على الموقع، لكن يختلف وقعها على البيع حسب، مثلا هناك زبون يبحث أولا عن الفئة الرجال ثم بعد ذلك يختار المنتجات الخاصة بالرجال، وهناك زبناء يزورون الموقع ويبحثون عن فئة الأحذية ثم يختارون هل خاصة بالنساء أم بالرجال. أعتقد أن المثال واضح. الآن سوف نذهب إلى القائمة على اليسار، ثم نذهب إلى كاتالونج، ثم نضغط على كاتيجوري الفئات. كما ترون لدينا هنا فئة كبيرة وهي النساء، نضغط عليها ثم نجد فئتان توب وغوب، أي الملابس العلوية ثم الفساتين. أريد أن أشير إلى نقطة ثانية، وهي خلال هذا الكورس كلما نقوم بتغيير على لوحة التحكم سوف نرجع إلى واجهة المتجر حتى نستطيع فهم الأمور بشكل جيد. كما ترون لدينا هنا فئة فام، أي النساء، توجد داخل فئتان توب وغوب. سوف نقوم بإنشاء فئة جديدة، فئة الأحذية شوسير، نقوم بإظهارها. ثم أين نريد أن تظهر هذه الفئة؟ هل تظهر كفئة كبرى رئيسية، أو فئة تابعة لفئة النساء، أو فئة تابعة لفئة التوب أو لغوب؟ نقوم بإدخال وصف، مثلا شوسير مودرن، أي أحذية عصرية. نقوم بإضافة صورة، ثم نقوم بكتابة شوسير مودرن لكي يسهل إيجادها في محركات البحث. نضع مثلا شوسير سبور، فيرغيل شوسير دوفيل إي دو طونت. بعد ذلك نذهب إلى الكلمات المفتاحية، أي الكلمات التي يكتبها الزبون لكي يجد المنتج أو يجد هذه الفئة في محركات البحث. مثلا نضع شوسير ثم نضع فاصلة، شوسير سبور فام، ثم هنا نحدد المجموعات التي يمكنها رؤية هذه الفئة. نضغط على انغوجيستري ونرى ماذا سوف يحصل في واجهة المتجر. كما ترون كرياسيون ريوسي، انظروا هنا أصبح لدينا هنا ثلاث فئات. نرجع إلى الموقع، نضغط على أكتياليزي. كما ترون توب غوب شوسير، نضغط على شوسير. كما ترون لقد ظهرت هذه الفئة، وهنا لا يوجد منتوج في هذه الفئة، هذا الوصف. الآن بعد أن تعرفنا على طريقة إنشاء الفئة يمكن أن نغير ترتيبها، مثلا نصعدها إلى الأعلى. انظروا ميزاجور ريوسي، نضغط على يور لوجو، ثم نذهب إلى فام. انظروا لقد تغيرت، أصبحت توب هي الأولى، شوسير هي الثانية، وغوب هي الثالثة.
من هنا يمكننا تعديل الفئة وكذلك مسحها. الآن نمر إلى شيء آخر، مثلا إذا أردنا أن نظهر فئة الأحذية على القائمة ماذا سوف نفعل؟ سوف نذهب إلى موديل، موديل اي سيرفيس، نضغط عليها. سوف نذهب إلى مربع البحث، نكتب مني، كما ترون هنا يحتاج إلى التحديث. سوف نضغط على تحديث، نضغط على كونفيغيري أي التعديل، ثم نذهب لنبحث عن شوسيغ. كما ترون هذه هي فئة الأحذية، نقوم بالضغط على أجوتي. كما ترون لقد تم إضافتها هنا، ويمكننا أيضا أن نقوم بتغيير وضعيتها. نضغط على انريجستري. كما ترون بارامتر ميزاجو، نذهب إلى واجهة المتجر ثم نضغط على اكتواليزي. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الحلقة واستفدتم منها. لا تنسوا الاشتراك على قناتي لتحصلوا على الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله.